دمتم دائما بخير ودائما كل امنيات الخير والصحه لكل مشاهدي ستات على النهار. اليوم 40 منذ العدوان على فلسطين، ولكن ما تزال فلسطين تلهمنا كل يوم. لا تتوقف الدعوات ولا الصلوات ولا اليقين بانتصار الحق مهما طال الألم والعذاب ومهما كانت الأيام ثقال. في مجموعة مشاهد ممكن هنعرضها لكم، لكن هي بتلخص شيء أو جملة واحدة بتقول أو تؤكد من يهزم شعب كهذا. هذا شعب لن ينهزم. منظمة الأنروا بتوزع أو بتودي مية لفلسطين. حصل إن صاروخ قصفها زي ما احنا شايفين، فانقلبت على جنب الطريق، فإزازات المية بقت في الشارع، الناس خدوا منها ما يحتاجون ويفتقدون. الناس هناك مفتقدة المية، الناس محتاجة المية. هي المنظمة دي بتودي لفلسطينيين وللهلال الأحمر، لكن في فلسطينيين كتير بيشتكوا إن المية ما بتوصلهمش وإن المساعدات ما بتوصلهمش. فيشاء السميع العليم إن المية دي تبقى في الشوارع، إن الشاحنة دي تتضرب فالمية تبقى في الشوارع، الشيء اللي مفتقدينه والشيء اللي محتاجينه يلاقوه بين ايديهم. اللقطة التانية ان احنا نشوف ساحة مدرسة بتتحول لعب الاطفال فيها بعد سقوط صاروخ فيها، والاطفال زي ما احنا شايفين رغم كده اثار الصاروخ ده ان هم عملوه زحليقة. يعني ببساطة كده هم بيحبوا الحياة وبيقاوم الموت بالحياة، يعني صاروخ مقصود بالموت، فهم حولوه لشيء مبهج وشيء فيه حياة وشيء فيه أي مظاهر يحتفوا بها في بالحياة وفي الحياة. في مواطن فلسطيني منتظر ولادة طفليه التوأم، يا رب إن شاء الله على خير بإذن الله. هو ناوي يسميهم إيه؟ ناوي يسمي حرب وحنان. هو معانا اهو في الفيديو، وهو المعنى ان كلما كانت هناك حرب هتكون النجاة منها بالحنان. يا رب ان شاء الله يرزقه ويكون وشهم حلو وما يتعرضوش للي احنا بنشوفه والمعاناة اللي هناك شايفينها والكل المشاهد الصعبة والمرعبة. يا رب تنتهي ويا رب تكون النهاية قريبة جدا 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 إن شاء الله. في طبيب شاب في مستشفى الشفاء اسمه همام اللوح، أصر إن هو يفضل في المستشفى. استشهد طبعا، لأن حصل زي ما أنتوا عارفين قصف محيط المستشفى، وحصل استهداف لأماكن معينة في المستشفى وللمستشفى كلها. يمكن قبل ساعات من استشهاده كان في حوار تليفوني معاه مع إحدى القنوات الغربية. المذيعة سألته ليه ما بتمشيش لمكان آمن مع عيلتك؟ قال لها الدكتور همام، أنا متخرج طبيب، دي مهنتي، إذا مشيت مين هيعالج مرضاي؟ أمشي إزاي وأسيبهم؟ هم بني أدمين، هم مش حيوانات ولهم حق الحصول على الرعاية. أنا درست 14 سنة عشان دي تبقى مهمتي، فلا أفكر في نفسي فقط وأستشهد. ألف رحمة ونور لروحه. في طبيب تاني نرويجي اشتغل في مستشفى الشفا لمدة يمكن 16 سنة. هو عمل فيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي وهو بينادي على بايدن وبينادي على اصحاب الامر في الاجرام على مجرمي الحرب، وسألهم هل تسمعون صراخ الاطفال؟ لا تعليق. احيانا يموت الكلام، احيانا الكلام يعجز عن الوصف. الانسانية انسانية، ملهاش علاقة بان انت تكون بتعتنق دين ما. بدليل اللي احنا شايفينهم دول طلاب جامعة هارفرد
بيوثقوا أسماء أكتر من 7000 فلسطيني استشهدوا. شايفين الإنسانية اللي عندهم؟ عبروا عننا كلنا، عملوا شيء احنا ما عملناهوش. إلى كل الأسماء والأرواح التي ارتقت إلى بارئها وإلى السماء خلال هذا العدوان، لا تنسى ولن ننسى. يعني هو في بعد كده إنسانية؟ هو في بعد كده رقي؟ هو ده الرقي، هو ده الإنسانية. مش مهم أنت بتعتنق دين إيه، ربنا يرحم الإنسانية، ربنا يرحم غزة، ربنا يرحم فلسطين، يرحمهم ويخفف عنهم، وألف رحمة ونور لأرواح الشهداء، الأرواح الطيبة البريئة اللي صعدت إلى السماء. ويا رب إن شاء الله بإذن الله عن قريب، وعن قريب جدا، نخرج من هذه المعاناة ونخرج أقوياء، ونخرج عندنا تضامن عالمي من كل الناس اللي تنتمي إلى الإنسانية بغض النظر عن الدولة وعن الدين.